وذكر أن لامك والد نوح عليه السلام، ولامك أول من اتخذ العود للغناء بسبب يطول ذكره، واتخذ مصانع الماء. مصانع الماء اليوم تعني هذه المصانع التي تعلب، تصفي الماء وتنقيه من الشوائب وتعلبه في أكواب وفي زجاجات، لكنه بالتأكيد ليس هذا المقصود، فأن كأنه يعني جمع الماء في أوان أو في أحواض أو نحو ذلك. وأبوه هو مت شلخ، ذكره الناشئ في قصيدته التي تقدم معنا.